غرفة العمليات الصغرى في مدينة تشبايش، مستشفى تشبايش العام. يعني سنك والبيئة ما واصلة المجال، المجال ما تشوفون وهي مسدودة. الأحزاب اللي مسيطرة على وزارة الصحة عملت فكها غرفة عمليات صغرى، انتباع مباشر بجروح الجزور العروق، هاي حالها. الممرض مجبور انه ينظف قبل لحظات، انا شفت واحد من الممرضين ينظف بايده يمسح المي. الفلوس الباصات العمليات كلها بفلوس، فهنا يا شعب اصحوا كافي كافي. اذا وصلت الحاله لصحتكم لازم تتحركون، ما معقول تكون هيجي. ورساله في قضاء تشبايش، رساله مهمه انه تنتبهون للقضيه، مثل ما وقفتوا قضيه طريق الموت والان قضيه طريق رد المي، هاي الفيضان يعني